أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020 طبقاً للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالحرص على قيام المجلس بمهامه الدستورية المتمثلة في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. ويتمتع المجلس الأعلى للحسابات باختصاصات غير قضائية تتعلق أساساً بمهام مراقبة التسيير. وقام المجلس والمجالس الجهوية للحسابات ب 665 مهمة رقابية أو افتحاص، كما يتضمن التقرير 35 ملخصاً تركيبياً موضوعاتياً يهم المجالات التي تهم المواطن. واعتمد المجلس الأعلى للحسابات توجهاً استراتيجياً جديداً أهم بالأساس اعتماد برمجة متعددة السنوات تأخذ بعين الاعتبار الأوراش الكبرى للمملكة والمشاريع الكبرى ذات الراهنية، كما سيتم تحسين جودة التقارير ومقروئيتها واستغلالها وكذا تحسين التوصيات وتتبعها من خلال منصة رقمية لضمان تنفيذ التوصيات، فضلا عن إرساء سياسة عقابية تتوخى إرسال جسور بين اختصاصات المحاكم المالية والسلطة القضائية. كما تروم هذه الاستراتيجية الجديدة للمجلس الحرص على تنمية العنصر البشري وإرساء ثقافة الجودة والمعايير المهنية والانخراط في التحول الرقمي وتحليل المعطيات وضمان الأمن المعلوماتي للموارد الرقمية الموجودة في المجلس. ويمارس الوكيل العام للملك بالمجلس مهام النيابة العامة ويعين لهذا الغرض بواسطة ظهير يحدد وضعيته الإدارية، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس، ويساعده في ذلك محامون عامون. كما يمارس هذه المهام على مستوى المجالس الجهوية للحسابات وكلاء الملك بمساعدة نائب أو عدة نواب. وتترأس المجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي التي عينها جلالة الملك في هذا المنصب يوم الاثنين 22 مارس 2021.